نحن في دولة الامارات العربية المتحدة زادها الله حباً وتشريفاً ومكانة وريادة. نحن نفتخر في وطننا ودولتنا، نفتخر بسيادتنا وريادتنا. نفتخر في علمنا وابنائنا. نفتخر اننا بإذن الله غداً سيحلق اثنان من ابناء دولتنا الى الفضاء. سنفتخر. هي نحن ليس العلة يا سادة أريد أن أوصل رسالة للعالم ليس العلة أن يصل أبناؤنا للقمر أو للمريخ أو للفضاء العلة هو العلم هي هو تنافس على العلم تنافس على القدرة بالعلم أن نصل أينما شئنا ومتى شئنا وبالأداة التي نريد وكيف ما شئنا فغدا في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبث القنوات صعود من ابناء دولتها الى الفضاء لتحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بريادة ابنائها في عالم الفضاء، لهذا غدا لا يوجد برنامج من رحيق الايمان. فيا سيدي غدا سنكون في رحيق الفضاء وعلى الفضاء وكلنا فخر بابناء دولة الامارات العربية المتحدة. وكما اسلفت لكم العبرة هو العلم، بالعلم نصل الى اين شئنا.